اذا لاحظتوا في بعض الاحياء دابا طلقنا واحد الحمله طنجه صفر حفره هي بدات كتشتغل وكتشتغل تقريبا على حسب التقارير اللي كيجيونا ما يفوق واحد 23 حتى 25 حتى 30 حفره يوميا. يعني حنا الهدف ديالنا اولا من لهنا حتى نكملوا هذا البرنامج هذا نكونوا غطينا جميع الحفر اللي يمكن يتصلحوا داخل المدينه، مع العلم اننا بصدد اعداد غتخرج واحد الصفقه ديال الصيانه في الطرق، يعني الطرق الشوارع الكبرى اللي كاسات تعاود كامله. دونك حنا بالنسبه لهذا الحفر راه كنديروا الجهد ديالنا وان شاء الله من هنا سالا الصفقه نكونوا شدينا الحفاري كاملين.